تقول لي مين يا طارق ارجع للشوق؟ ايه فن؟ تقول لي مين ارجع للشوق؟ هو قاعد من مين؟ لإليسا اقول لها حلوة جدا. ايوه اتخضيت طبعا. ريمون نرجع نكمل سؤالنا معلش، ولسه مكملين حوارنا. لسه منورنا في الاستوديو النجم طارق لطفي، المنتجين ريمون مقار، محمد محمود عبد العزيز، محمد نشأت، شيماء حافظ، وبنكمل حلقتنا النهارده واحتفالنا بعد البدايه. المسلسل اللي فعلا حقق نجاح كبير جدا جدا في رمضان اللي فات. بنتمنى كل التوفيق لطارق لطفي في 2016، وعمل اكيد في نفس الجوده والحلاوه اللي احنا شفناها السنه اللي فاتت، واكيد مستنيين النجم محمود عبد العزيز في عمل بقى عرفنا انه هيبقى فيه كوميديا شويه، وهنعرف تفاصيل اكتر بس لما ريمون ومحمد يعني يحنوا علينا ويقولوا لنا بالظبط. اتفضلوا بقى قولوا قولوا لا خلاص تعالى نكمل موضوع التصاريح، وانه انتوا هل النقابه بتفرض عليكم انكم تجيبوا فنانين موجودين في النقابه اللي هم ما بيشتغلوش، عشان هم دور النقابه انها تشغل الشغالين معاها وكل الكلام ده؟ بنسمع عن الحاجات دي، ومنتجين كتير بيتضايقوا من الموضوع ده، ان هو بقى شايف حد موهوب لكن مش عارف يجيب له تصريح. بصي، هو النقابه ما بتفرضش، هو النقابه بتحاول تنظم المساله، بتحاول تعمل شكل ان يشغلوا الممثلين الاعضاء في النقابه، وده حقهم لانه هو ده شغلهم يعني. يعني هي دي المساله، ولكن الفكره مش كده. الفكره ان انا عندي اعتراض بسيط جدا على وجهه النظر دي، وانا كنت قايل ان انا هقعد مع الدكتور اشرف هتكلم معاه في النقطه دي. فكره ان الفن ما ينفعش تقصره على الناس اللي خريجين معهد والناس اللي دارسين بس، لان لو رجعتي كل العمالقه اللي موجودين ما كانوش دارسين، محدش بس هيجي من هيجي يقولوا لك طب ما انت كده هتخلي واحد راح ودرس وتعب واجتهد وكل الكلام ده، وبتجيب واحد ما درسش اصلا وتخليه هو يمثل وياخد الفرصه. هو ده الماركت، هو ده الكومبيتيشن. اولا لما زياده التنافس هي اللي بتعمل ده. يعني فكره ان انا ابقى عضو في النقابه فاشتغل وفي حد موهوب اكتر مش عضو نقابه فما اشتغلش، هي الفكره بس عايزه تنظيم او تقنن او تحدد. أوكي. لا لكن فكره المنع يعني مثلا هم محددينها يا ريمون بنسبه 10%. انت شايف النسبه دي كافيه؟ لا، هو في قرار بيدرس دلوقتي ان ما فيش حد ياخد تصاريح جديده خالص لمده سنه. يعني دلوقتي لو لقيت ان انا حد واحد موهوب جدا ماشي وعايز ادخله يعمل دور، ما ينفعش اجيب له تصريح اصلا. هو دي النقطة الوحيدة اللي عايزة مناقشة. طب انت كده كمنتج، ولو انت مضطر هتضطر ما تصورش في مصر وهتسافر بقى الاردن ولا لبنان ولا دبي عشان تصور، وبكده هم بيهربوا المنتجين؟ لا بصي، هو الموضوع مش هيوصل للدرجة دي، لان ان بامانة اعضاء النقابة ناس على مستوى عالي جدا من الفكر الجداد يعني، وهم فنانين في الاول في الاخر يعني. والمناقشة بتجيب معاهم اشرف زكي، بتتكلم معاه بيتناقش وبيسمع وبيحاول يقرب وجهات النظر. فما اعتقدش ان هم هيعملوا يعني. لا استحاله يعملوا كده، ان هم اذكياء جدا وعايزين الشركات تشتغل وتكتر عشان يبقى في حركه انتاج. هي الفكره كلها ان هم خدوا مجموعه قرارات انا موافق عليها جدا. فكره ال $20,000 للنجم الغير مصري ده مش صح، ده صح جدا. لان انت مين اللي بيدفعها؟ اللي بيدفعها النجم مش المنتج. والله حسب المنتج بقى، المنتج يقول لك هو المفروض النجم يعني. أوكي. فالفكره دي بتعمل حصيله للنقابه، ودي حاجه صح مليون طبعا في المية. طبعا فكره الـ 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 انك تمنع بقى وتقول لا ما فيش تصريح، هي دي المساله اللي في الجدليه شويه محتاجين نتناقش فيها. وانا شايف ان هم ناس يعني على مستوى التفكير والمناقشه ناس محترمين جدا، وهنوصل فيها الحلول ان شاء الله. كمان السوق محتاج يعني، صدقيني ساعات بنقعد ندور على ممثل او ممثله في دور بجد ما بنلاقيش، بجد ده مش هزار. اتنين، النهارده السوق عمال بيكبر يعني طبعا. يعني 30 بقى 35 مسلسل بقى 40 هيوصلوا 50، فده بيخلي كمان تكرار ممثلين في اكتر من عمل بالظبط. فانت محتاج في حاجة تانية كمان يا طارق، فكرة ريمون بيتكلم على فكرة ان الموضوع يقتصر على الدارسين او على اعضاء النقابة او ده حاجة كويسة ان انت تقدر ان انت تشغلهم وتقدر تدعمهم، بس في نفس الوقت مش دايما الدارس في اي مجال بيكون هو الاكفى. صح، وممكن يكون دارس بس مش موهوب، ممكن يبقى واحد خريج طب وكويس جدا زيه زي زمايله لكن هو تميز وبقيت زمايله لسه دكاترة عاديين مثلا، لكن هو اصبح حد اهم او حد اكثر شهرة عنهم مثلا.
يعني ممكن يكون كتير موجودين مش كده يعني يستحسن يبقى في جزء دراسه مش عيب هو كان لازم. بيحصل تقويم. زمان كان بيحصل زمان في النقابه بس الكلام ده تقريبا مثلا من سنه 2000 او 99 تقريبا كانوا بيعملوا اختبارات لاي حد مش دارس فيخش يعمل المشهدين اللي هو باللغه العربيه واللغه العاميه زي المعهد بالظبط واللي بينجح بيتفتح له ملف الملف ده يبدأ يحطوا له تصريح عمل بعمل لحد ما يكون عدد معين من الاعمال بس هم قفلوا دلوقتي خالص موضوع انت كان عندك انت كان في افيه طلع من فنان اشرف عبدباقي في فيلم من الافلام ان محمود عايز خريج زراعه صلاح السعداني خريج زراعه فقال لك خلاص يبقى قدم زراعه الموضوع كان منتشر جدا الموضوع ملوش علاقه لا بمعهد فنون مسرحيه ولا بمعهد سينما ولا بنقابه ممكن تبقى بره الموضوع ده كله بس ربنا مديك الموهبه انك تقدر تقدم شيء مختلف على ذكر التمثيل بقى محمد محمود عبد العزيز امتى يقول انا همثل بس وعايز اتفرغ للتمثيل فتره يسمع بقى لا مش عارف والله يعني انا نفسي امثل انا عموما بحب التمثيل انت بتمثل وعملت ادوار حلوه وكل الناس اللي اتفرجت قالت ان محمد عنده الموهبه دي لكن هو مركز قوي في الانتاج عايزينه يخف شويه علشان خاطر نشوفه صاحب بالين كذاب يا محمد مش موضوع صاحب بالين كذاب ومش موضوع مركز في الانتاج والله بس موضوع يمكن لانه انا بقيت بنتج فده بقى بالنسبه مثلا لمخرج انه يرشحني برايا بره الشركه عندي او منتج بره الشركه لا مش شبهه فكره انه مش هيوافق يا عم ده مش مستنيني مش واقف عليا يعني ما لو عايز يمثل معايا يمثل بفلوسه يمثل بفلوسه اللي انا ما بعملهاش اصلا يعني نفسي اعمله لو ريمون ممكن يخنقك ايه يا استاذ لا والله لا ده قرار انا واخد القرار ده من بدري من يوم ما بدانا مقدم بيقبض فلوسه مقدم بس مقدم ثانيه واحده خدت كام في بعد البدايه لا اخدت كام في جبل الحلال وسافرت باريس خدت كام يا جماعه لا عايزين ارقام يا جماعه مش عايزين ارقام كبير وراح فرقعه في باريس مش عايزين نتكلم لا ده كنت لسه ما صورتش ده اتفرع قبل المسلسل لا هي موضوع التمثيل بالنسبه لي بس انا يمكن ده التخوف يعني انا بقول لك انا ما مثلتش بخيال جبل حلال نزلت مثلت بالصدفه بناء على رغبه عادل الاستاذ عادل اديب والاستاذ ناصر عبد الرحمن كنت طالع مع بابا والاستاذ طارق لطفي ايوه فبالنسبه لي يمكن هي دي الازمه اللي عندي ان انا ما بشتغلش من انتاجي وفي نفس الوقت ممكن يكون منتج تاني يقلق ان هو يكلمني تمام لسه مكملين الحلقه مع النجوم اللي منورنا في الاستوديو هنروح لفاصل صغير ونرجع لكم مره تانية مكملين وانتم مروحين مع كوكا كولا اهلا بحضراتكم مره تانية مكملين وانتم مروحين مع كوكا كولا وكنا بنتكلم في ماذا لو وهنروح سؤال كده شبه شويه اللي سالناه لمحمد محمود عبد العزيز لكن لريمون مقار المره دي ماذا لو المنتج احمد السبكي اتصل بيك وقال لك عايزين نعمل شركه انتاج مشتركه ها حرمناك من حاجه مقولكش حاجه يعني ما كانش نفسك فيها على فكره احمد السبكي من المنتجين اللي عندهم تركيبه انتاجيه كويسه جدا هو بيقدر يعمل الشكل الهرمي في الانتاج الافلام الكبيره والوسط والصغيره وبيقدر يتعامل مع الموضوع ان لو ده كسب يصرف على ده وده لو كسب يصرف على ده فاحب جدا اخد التجربه دي على فكره وكان ده مش عشان بقول ده في الراديو يعني. لا ده دي ممكن تبقى تجربه مختلفه لان احنا عندنا وجهه نظر وعنده وجهه نظر لو قدرنا نتوافق في شكل انتاجي لا ممكن نعمل حاجه مختلفه جدا على فكره جدا ماذا لو جات لك فنانه مشهوره ولكن ما بقتش عليها طلب بشكل كبير زي الاول يعني كانت جامده جدا وليها جماهيريه شديده وجماهيريتها قلت وقالت لك ليمون انا محتاجك تساعدني وتسندني وتنتج لي عمل من بطولتي عشان يرجع المنتجين يفتكروني بصي فكره الكامباك دي فكره مطروحه طول الوقت في كل حته في العالم ولكن ده توقف على النجم او النجمه انت لسه واقف عند نقطه معينه ولا عندك استعداد ان انت تتحرك وتروح وتغير من فكر جديد وتغير من نفسك وتبقى مستعد ان انت تعمل ده ده توقف عليه هو مش عليا انا يعني انا مستعد ان 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 اي حد يطلب مني الطلب ده ولكن هيبقى في دراسه للكيس دي وابتدي اقول له من وجهه نظري ان عشان تعمل كامباك قوي لازم تعمل 1 2 3 من وجهه نظري انت جاي لي تقول لي رجعني تمام فلو سمعت كلامي انا هعمل ده طبعا هعمل ده طبعا احتراما لتاريخه واحتراما لفكره ان لازم الناس ما ينفعش نجم كبير ليه رصيد عند الناس يقف لازم يتحرك تاريخ ها هي قلت لك واحده واحد ايه المشكله ايه المشكله اصل انا مش ضامنها ممكن تبقى يعني لا 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 ليه يا محمد ليه يا محمد ايه بس انا بهدي النفوس طارق لطفي شايف ان احنا محتاجين وزير اعلام في الفتره الحاليه ليه لانها سبب اساسا انشاء وزاره الاعلام دي زمان لو تفتكر رشاد علشان بس يبقى فيه نوع من انواع
اعلام دوله، دوله النهارده بتقف على رجليها، بتحارب في جهات كثيره جدا، في حقائق مش ظاهره للناس كلها، اعلام ساعات بيقول حاجات مش حقيقيه لاعلانات لتسخين لتوجه. ده انا شايف ان في الفتره دي لازم يبقى فيه وزير. احنا محتاجين حاجات كتير زي يعني 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 عندي وجهه نظر مهمه جدا حابب ان انا اقولها. فكره ان اي مؤسسه فكره ان وزاره الزراعه يمسكها دكتور في وزاره الزراعه عامل دكتوراه في الزراعه، مش هو ده الايشو اصلا. هو المفروض ان كل الوزارات يمسكها ناس دارسين تخطيط واداره. تمام. وانا جيت حسبت حسبه كده غريبه شويه، قلت دلوقتي احنا نقدر نبقى احسن بلد في العالم، احسن بلد في العالم لو عندنا 1450 واحد مقاتل يمسكوا، لان كل الوزارات وكل الهيئات 1450 جهه محافظين بمحافظين برؤساء هيئات. 1450 شخص مقاتل. هل بقى ال 100 مليون ما فيهمش 1450 واحد أكيد مقاتل؟ اكيد فينا مليون على الاقل مقاتل. ندور بقى يعني. انا دلوقتي فكره وزاره الاعلام مش لازم اجيب مذيع او يجي واحد دارس مانجمنت، دارس اداره وتخطيط، واجيب تحته مساعدين او نواب دارسين اعلام، دارسين اعلام وكرييتيف شويه وبيفكروا في حاجات يمسك بديله. اسمه ايه ده؟ ضابط يمسك وزاره. انا متخيل ان ده يعني مش احسن حاجه. يعني احنا محتاجين اعاده تخطيط وهيكله، يبقى احنا عايزين ناس دارسه اداره. هنرجع تاني نكمل حوارنا مع نجم طارق لطفي. طبعا رسائل كثيره جدا جالك، هنقراها لما نرجع. والمنتجون ريمون مقار ومحمد محمود. ثانيه واحده شيماء، لان مهم جدا نقول ان رئيس التحرير هو عادل عبد الله الصحفي المجتهد. بتقولوا مين يا اولاد؟ عادل عبد الله، عشان بس تقولوها تاني.